البلاد إلى ذاكرته التاريخية التي تعتبر كما قال جلالة الملك دعامة أساسية لبنائه الحالي والمستقبل. أيها الحضور الكريم، خير ما نفتتح به هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يرتبها على مسامعنا المقرئ سعيد الزنزاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا السكن وقدرها 38,440 درهما. السيدة خديجة عزيمان أرملة المقاول المرحوم محمد التمسمان. من السيدة أطريش ميلودا. السيدة سعيدة. السادة البرلمانيون النواب والمستشارين، السيدات والسادة المنتخبون، السادة أعضاء الهيئة القضائية ورجال السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية والسادة رؤساء المصالح اللامركزة، السيدات والسادة النساء ورجال الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، السيدات والسادة ممثلو الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وممثلو المرابط الإعلامية. أيها الحضور الكريم، يا موطن العلا والمواثب الرفيعة والقيم، رايتك الحمراء بوشم جل نار ولون دم، ونجمتك الخضراء بلون ربيعك الآتي من الجنات والنعم. إن هب النسيم ترفرف خافقة القدم. رائع، أنت رائع يا وطني، رائع كما الشمس تحكي ويروي القمر. يا وطني القديم، يا وطني الجديد، بسحرك غنى الأزهار وترنم الوتر. حبي لك أيها الوطن شحرورا مستهيما.